اوكي فهنكمل فنقرا كده الكيس دي كده مع بعض. 48 سنه وومن is brought to the ER complaining of sudden onset of dyspnea. She reports she was standing in the kitchen making dinner when she suddenly felt as if she couldn't get enough air. Associated with palpitations, she denied chest pain or cough. Her past medical history is only significant for gallstones, for which she underwent a cholecystectomy من أسبوعين. من أسبوعين عملت cholecystectomy, كانت واقفة في المطبخ يعني عادي وبعدين فجأة acute dyspnea. The cholecystectomy was complicated by wound infection, requiring her to stay in hospital for 8 days. قعدت يعني surgery و prolonged bed rest. On exam, tachypneic, respiratory rate 28 per minute, blood gases كان فيها hypoxia, heart rate 124 per minute with a blood pressure of 120/90. She appears uncomfortable and sweaty. Her oral mucosa is slightly cyanotic. Neck veins are congested. Her chest is clear to auscultation. Heart is tachycardia, but regular with a loud second sound in the pulmonary area, but no gallop or murmur. Her abdominal examination is normal with a clean incision site without signs of infection. Her right leg is moderately swollen from mid-thigh to her feet. And her thigh and calf are mildly tender to palpation. Laboratory studies, cardiac enzymes get normal. ECG only sinus tachycardia, chest X-ray is normal. What is the most likely diagnosis? ماشي بدأت الناس تقول. اوكي في حد جاوب اهو برايفتلي إجابة كويسة أو صح الإجابة الصح يعني. حد تاني يلا نصحصح. كارول بالمونري امبوليزم فولوينج دي بي تي حلو خالص. دعاء دي بي تي كومبليكيتد باي بالمونري امبوليزم حلو خالص. الاثنين اللي جاوبوا برايفتلي كمان دي بي تي وبالمونري امبوليزم اكسلنت. خاصه في كومبوننت هنا دي بي تي وبالمونري امبوليزم اون توب. اوكي وات از ذا بريديسبوزنج فاكتور ان هير ايلنس او فور هير ايلنس. ايه البريديسبوزنج فاكتور ان يحصل لها حكايه الايه دي بي تي ثم بالمونري امبوليزم ديت. عندي two predisposing factors الاثنين related يعني كويس. recent surgery وطبعا prolonged bed rest كويس كده تمام. طيب تعالى بقى نشوف ليه يحصل pulmonary embolism. نتكلم عن pulmonary embolism في وقت يعني ان شاء الله مش هيطول. النهارده يوم لطيف ومفيد برضه. ما تنساش دايما طول الوقت بيجي في بالنا thrombo embolism التيبيكال سيناريو بتاع ايه بتاع دي بي تي وبعدين pulmonary embolism كويس كده. لا ما تنساش بقى حاجتين ان مش كله thrombo embolism ان في احتمالات ثانيه. في ايه بقى؟ في tumor embolism, parasitic embolism, air embolism, foreign body. ما تنساش ان هو مش بس thrombo embolism. هو الاشهر thrombo embolism والاشهر دي في تي بس في حاجتين لازم دايما نفتكرهم. مش بس thrombo embolism, tumor, foreign body, air, amniotic fluid, parasitic embolism. مش بس thrombo embolism. thrombo embolism مش بس دي في تي. يعني السيناريو الاشهر انه يكون دي في تي زي ما احنا عاملين في الرسم كده اهو. ودي في تي ايه الريسك فاكتورز ان حد يجي له دي في تي؟ زي ما انتم عارفين البريكاوسترايد نستيسس هايبر كوجولابل ستيتس وانجري للفيسل وول او ديس اوردر افكتنج الفيسل وول. ستيسس كلكم عارفين البوست اوبرتيف خصوصا عمليات الاورثوبيدكس يعني عمليات العظام. البرولونجد بيد ريست هارت فيلير او ليمب ريست زي عيان حاطط كاست جبس او حاجه كل ده انت عارفه. بس افكرك بحاجه ثانيه ما تنساش فاريكوز فينز. بص بقى كومبريشن على البلفيك فينز بتيومر او بجرافيت او ببريجننت يوترس ما تنساش دي الله يخليك. ثانيه واحده ظهر في حد عايز حاجه ثاني. الصوت بيقطع عند حد؟ هل يا ترى الصوت بيقطع؟ اتمنى لا. هشوف ده كله بيقول الصوت بيقطع. طيب طيب خلينا نجرب كمان دقايق اوكي يعني دقيقتين ثلاثه كده ونشوف ونحاول نشوف سورس ثاني للانترنت واحنا لسه قاعدين مع بعض شويه يعني.
اوكي اتظبط. شكرا يا خالد والله يعني. اوكي ف ليه يحصل دي بي تي تاني؟ نشوف ناكد يا رب. ادوله فرصه بس هو هيزق دلوقتي يعني ان شاء الله ايه وهيشتغل يعني. اوكي فالبوست اوبراتيف والبرولونجد بيد ريست وعمليات العظام والكلام ده احنا كلنا عارفينه، لكن بيهمني قوي حكايه ايه بقى؟ كومبريشن على البلفيك فينز، البلفيك ماس زي بلفيك تيومر او ببريجننت يوترس. ما تنساش دي الله يخليك. انا عارف ان في حاجات انت عارفها وحافظها، بس انا جاي النهارده اراجع معاك كام نقطه كده صغيره. كويس ادي الحاجه دي. الحاجه اللي بعد كده هايبر كوجلوبال ستيتس، واحنا طبعا حافظينهم كلهم، ويمكن كمان في الورق بتاع الريفيجن بتاع الهيماتولوجي بتاعت لك التقسيمه الجديده بتاعتها كونجنتال واكوارد وكذا، بس اتليست خالص افتكر منهم كده اربع خمس اسباب. يعني افتكر ايه مثلا؟ مالجنسي، بريجنسي، بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي. مالجنسي وبريجنسي وبروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي. في كمان انتي ثرومبس 3 ديفيشنسي، وفي كمان فاكتور 5 ليدن ميوتيشن. بس ماشي ادي كده اللي هم الثلاثه اللي في الاول. كان عندنا كمان اثنين سندرومز، نيفروتيك سندروم وانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم اللي احنا شفناه فين في روماتولوجي. كان عندنا كمان الاورال كونتراسيبتيف بيلز، وبعدين خلل بقى في مكونات الدم، نقص السوائل ديهايدريشن او زياده في الار بي سيز بوليسيميا او زياده في البليتلتس ثرومبوسايتوسس. على الاقل خالص تبقى عرفت من دول اربعه خمسه عرفتهم كلهم تبقى ممتاز جدا. او مشكله في الفيس الاول بقى تروما فاسكولايتس تورنيكي او وات ايفر. كويس دول الفركاوستريات او يعني اللي ممكن يسببوا لنا دي في تي وان توب تتاتش جزء وتبقى امباكتد واحد او اكتر من برانشات البلمونري ارتري ويبقى عندنا الفنتيليشن برفيوجن ميس ماتش. الا انه مش ده بس الشكل الوحيد للثرومبوسايتوسيس. ممكن كمان ثرومبوس تبقى موجوده فين؟ ممكن يبقى فيه ميورال اهي ثرومبوس في الكافيتي بتاعت الرايت فنتركل اهي، انفكتيف اندوكاردايتس هنا كده، ممكن عيان اتريال فايبريليشن. دايما انتوا بتنسوه يعني، دايما الاي اف اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه بعد شويه، الاتريال فايبريليشن دايما انت بتفكر في الاتريال فايبريليشن على انه ايه؟ affecting the left side with subsequent systemic embolization. الحقيقه ان الاتريال فايبريشن بيأفكت ليفت ورايت اتريا، وممكن يبقى فيه بالمونري امبولاي اون توب اوف اتريال فايبريشن. يا ريت الله يخليك خلي بالك من الحكايه دي، او يجي من الليفت اللي احنا هنسميه بقى بارادوكسيكال امبولايزيشن. كويس كده. فدي البوسيبل سورسز اوف بالمونري امبولايزيشن. طيب الكلينيكال فيشرز بقى بتاعت البالمونري امبولايزم او الكلينيكال برزنتيشن، كنا قلنا قبل كده انك لو جبت تقريبا 100 عيان بالمونري امبوليزم اوكي كده هتلاقيهم غير بعض. غير بعض ليه بقى؟ لان الكلينيكال فيشرز اللي هتطلع دي معتمده على الاتي بقى، معتمده على العدد واحده ولا اكتر، السايز صغيره ولا ميديم سايز ولا كبيره، البيز لاين كارديوبالمونري ستيت. يعني حصل بالمونري امبوليزم على مثلا شاب صغير في سنكم كده وفات، ولا بالمونري امبوليزم في عيان مثلا سي او بي دي واسكيميك هارت ديزيز، يبقى النمبر، السايز، البيز لاين كارديوبالمونري ستيت. رقم اربعه بقى استرايل ولا انفكتد. يعني زي مين انفكتد بالمونري امبولاي؟ السيتويشن الوحش جدا اللي احنا هنعيده بعد شويه وهنجيب الدرس بتاعه بعد شويه بتاع مين؟ عيان الانفكتد اندوكاردايتس اللي عنده فيجيتيشنز على التراكاسبت فالف، واحده منهم او اكتر يروح يرشقه فين؟ في اللنج. اوكي؟ بس فدي الفاكتورز اللي ايه بقى هتفرق من شخص او هتسبب ان فعلا البالمونري امبوليزم من شكله مش واحد. فعشان كده طول الوقت لازم يبقى كلنا عندنا ايه بقى؟ هاي اندكس اوف سسبشن. يعني كلنا لازم يبقى طول الوقت البالمونري امبوليزم فين؟ في ذهننا. لكن لسنه ثابته او لينا كلنا صغيرين او كبار يعني نبدا نحاول ناخد كده شويه ايه بيزك كونسبتس. يعني بيقول لك في الاول خالص كده اللي احسن ان اقل من تلت العيانين عندهم كلينيكالي ايفيدنت دي في تي. يعني فكره ان العيان بتاع البالمونري امبوليزم هو عيان دي في تي ثم بالمونري امبوليزم، ارجوك ما تحطهاش في بالك، هي دي القانون. لان اقل من تلت الحالات بالظبط هم اللي عندهم كلينيكال ايفيدنت ايه دي في تي. المعلومه الثانيه او القانون الثاني، طول الوقت فكر، شفت الكيس اللي جبت لك بقى من شويه في بالمونري امبوليزم في اي حاله، السخونه، ديسنيا، شيست بين، هايبوتنشن، بعد اسبوع لاسبوعين من الجراحه، اي فيفر انكسبليند بقى، ديسنيا اكيوت، chest pain، hypotension اللي هو circulatory collapse، يعني اسبوع لاسبوعين بعد الجراحه فكر pulmonary embolism. خلاص ادي قاعدتين عايزين نتكلم فيهم. كويس. وبعدين بقى roughly كده نقسم العيانين لثلاث مجموعات، small sized embolus او medium sized embolus او massive
pulmonary embolism. يهمني هنا قوي 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 ان لو جت كيس وكانت massive pulmonary embolism انك تقول مش بس pulmonary embolism، تقول لي massive ايه pulmonary embolism. طب بيفرقوا ايه عن بعض بقى small size ده او medium او massive pulmonary embolism؟ السمول سايز القاعده انه غالبا ممكن يعدي من غير اعراض نو سيمتومز ات اول، او يحصل شويه ايه ثلاثيه الشست اللي هو كف ودسنيا وشست بين اوكي وتعدي شويه كف دسنيا شست ديسكمفورت او شست بين وايه ويعدي نقول ده كان دور برد كان زعلان نام تحت المروحه عارف الكلام الايه اللي احنا بنحب نقوله ده. الفكره في حاجه في الريكرنسي بقى يعني السمول سايز بالمونري امبولاي تاثيرها الحقيقي في الريكرنسي ان الريكرنت بالمونري امبولاري هتبدا تقفل نسبه كبيره من البالمونري فاسكولار بيت وهنا يبدا يحصل بالمونري هايبرتنشن ثم رايت سايد هارت فيلر اللي احنا هنسميها ايه بقى سب اكيوت كور بالمونري. والحقيقه ان البالمونري امبوليزم زي ما هنشوف يعمل اكيوت وسب اكيوت وكرونيك كور بالمونري كويس كده. فالسمول سايز عندنا معلومتين مهمين، واحد تعدي من غير ما نحس سواء من غير اعراض او باعراض. الحاجه الثانيه المشكله في الريكرنسي ان الريكرنسي لو قفل نسبه كبيره من البلمونري فاسكولار بيت تلتين او نعديهم يعني هيبدا يحصل بلمونري هايبرتنشن اللي احنا هنسميه سب اكيوت كور بلمونري. القاعده هنا ايه بقى؟ انك هتقابل عيانه بلمونري هايبرتنشن فكر انها كان في ريكرنت سمول سايز بلمونري امبولاي، لان هي مش هتديك هيستوري كلير كده واضح انها كان بيحصل لها دي بي تي وبلمونري امبولاي، لا مفيش الكلام ده خالص بلمونري هايبرتنشن بس. فكر ان ممكن تكون كان في ريبيتد سمول سايز بالمونري ايه امبلاي. تمام كويس خالص. ميديوم سايز امبلاي ثلاثيه الشست المعدله تشيست بين كولوريتيك تشيست بين كف ديسنيا وكف تشيست بين ديسنيا وايه وكف وتشيست بين معهم ديسنيا اند فيفر ديسنيا اند ايه اند فيفر. بص بقى كده يعني لو هنرسم رسمه زي ما رسمنا كده ايام الكورس اهو ادي كده اير ويز اهي وادي اللون كده وحصل هنا الايه الجزء بتاع الانفاركشن اللي دكاتره الباثولوجي بيسموه يعني او بيوصفوه ريد ايه ريد انفاركشن. واحد الريتيشن اوف ذا اوفرلاينج بلورا كويس فروح يعمل ايه بقى بلوريتك تشيست بين بسبب الليميتيشن بتاع التشيست بين ده، او كمان لو كان الجزء اللي حصل فيه انفاركشن ده كبير شويه كويس فحصل فيه كولابس او لوس اوف سيرفكتنت فبسبب الليميتيشن والكولابس او لوس اوف سيرفكتنت ده يبقى فيه كمان ديسنيا كويس. طيب الجزء اللي فيه انفاركشن ده عمال يريليس ايه بقى نيكروتيك تيشو وايريتنس ايريتنت ميدييتورز فعماله تيريتيت الاير ويز فيبقى فيه كف كف اللي ممكن يخرج معاها بلاد تنجد سبيوتوم تنجد ايه سبيوتوم كويس او ان الايريتنس دي او الكيميكالز دي او النيكروتيك تيشو ده يأكت از بايروجينز فيبقى معانا ايه فيبر. ففي الاخر كف ديسنيا تشيست بين ومعاك موضوع الايه الفيفر ده وممكن يبقى فيه بلاد تنجد ايه سبيوتوم. ده الميديوم سايز بالمونري امبوليزم. عندنا القصه فين بقى؟ في الماسيف بالمونري امبوليزم كويس كده تمام اللي ممكن يعمل لنا اعراض لايف ثريتنينج او مشاكل لايف ثريتنينج والعيان يضايق. ولو تفتكروا طول الكورس كنا بنقعد نقول خلي بالك من اربعه برزنتيشن لايف ثريتنينج تقراهم في الكيس او يجي لك العيان بيهم في الاستقبال فكر في اربعه ديزيزز في اربعه واربعه. ايه الاربعه دول بقى؟ تشيست بين شوك cyanosis او ديسني اند cyanosis مش كده اكيوت هارت فيلير القصه اللي ممكن توصل الى صدمه ديس تشيست بين شوك ديسني اند cyanosis اكيوت هارت فيلير اللي ممكن يوصل الى صدمه ديس. حد بقى يفكرنا لما كنا بنشوف الاربعه مانيفستيشنز الدينجرس جدا دي كنت بتفكر في اربعه بوسيبيلتيز يعني لما تقرا في الكيس او تشوف عيان جاي سيفير تشيست بين سيفير ديسني اند cyanosis شوك اند لوكال اوتبوت ويز اكيوت هارت فيلير تمام كنت بتفكر واحد من اربعه ديزيزز. حد بقى يفكرنا بيهم الاربعه دول؟ في واحد احنا فيه اهو اللي هو ماسيف بالمونري امبوليزم، في بقى ثلاثه تانيين كويس. في ناس هتبدا تجاوب يا رب في ماسيف ام اي في ماسيف ام اي ماسيف لانج كولابس حلو قوي طار وتنشن نيوموثوركس.
فالاجابات مظبوط كده ماسيف بالمونري امبوليزم ماسيف ام اي ماسيف لانج كولابس او اكستنسيف ام اي للدقه يعني ماسيف لانج كولابس انتنشن نيومو ثوركس تمام كويس خالص هنتكلم بقى واحده واحده يعني في ايه كلمتين على الحكايه دي واحد شست بين ليه شست بين الاول هو ايه وصف الشست بين اللي هيحصل هنا هو شست بين بريكورديال بين شبه بالظبط البين بتاع الاكيوت كرونيك سندروم او بتاع المايوكارديال ايه انفاركشن خلاص طيب ليه شست بين وخلي بالك من الايتمز اللي مكتوبه دي عشان كومن اللي في الاكزام يقول لك ايه اكسبلين الايه الفايندنجز اللي فوق او شكوى العيان دي طيب. ليه يحصل شست بين مع ماسيف بالمونري امبوليزم يحصل شست بين مع سمول او ميديوم سايز بالمونري امبوليزم دبلوريتيك اريتيشن اوف بتاع الاوفرلاينج بلور يعني لكن ليه يحصل شست بين بقى مع عيان الماسيف بالمونري امبوليزم ويبقى شبه بالظبط عيان المايوكارديال انفاركشن عندي مجموعتين من التفسيرات هم اربع تفسيرات انا بقسمهم اثنين التفسير الرابع اللي مكتوب عندك رقم 4 ده هو الاكثر منطقيه ان هو بيحصل سادن ستريتش على البالمونري ارتري اللي هو ايه بقى رابيد ديستنشن اوف ذا بالمونري ارتري ده التفسير الاكثر قبولا الا انه كتب بتقول لنا حاجات كمان زي ما انا كاتب لك كده بتقول لك لا خلي بالك ان ممكن يكون فعلا الدم اللي ماشي جوه الكرونريز قليل كوانتيتي او قليل كواليتي ازاي قال لك مش عنده هايبوتنسف او شغل كمان اوكي فبالتالي كميه الدم اللي داخله جوه الكرونيز اقل العين هايبوكسيك لو في جزء كبير من اللنج افكتد او لنج كولابسد فيبقى نقص الكواليتي كمان اللي موجود مش بس كده ده في بعض الحالات في ريبورتد ريفلكس سبازم اوف ذا كرونري ارتري يبقى خلي بالك الدم اللي داخل قليل كواليتي وحش عشان هايبوكسيك سبازم كمان اوف ذا كرونري ارتري فيدي بين بالظبط شبه البين بتاع الاسكيميك هارت ديزيز او الاكيوت كرونري سيندروم قال حكايه الايه البين طيب خدنا جزء كبير من اللونج ركز بقى معايا شوف كده ده الهارت كويس اهو رايت سايد بالمونري ارتري وادي كده ايه لونج اهي وادي لونج تاني رحنا عملنا ايه قفلنا بص كده خلينا كده نقفل ده على ايه على لونج كامله كويس طيب عايز اقول لك بقى حاجتين كده انت رحت عامل ايه رحت قافل فجاه جزء كبير من البلمونري فاسكولار بيت ده يمثل ايه بقى ده يمثل زياده مفاجاه في الريزيستنس او في الافتر لود على الرايت سايد مدام اكيوت مفيش تايم اوف فور كومبنسيشن رحت داخل العيان في اكيوت رايت فيتريكولار فيلير up to cardiogenic shock كويس الحاجه الثانيه اللونج دي بقى هتكون لابس حد يقدر يقول لنا ليه اللونج دي هتكون لابس او اللونج دي هتبقى non functioning مش هتشتغل كويس عشان loss of surfactant اوكي السرفاكتنت ده اللي بيحافظ على الالفولاي مفتوحه معتمد على جود فاسكولاريتي عارف السرفاكتنت ده بيفرز من تايب 2 نيوموسايتس كويس كده ودي محتاجه جود بلاد سبلاي عشان تقدر تجنريت مين بقى السرفاكتنت ده فيحصل loss of surfactant اللنج دي هتبقى نون فانكشنال فبالتالي ماركت هايبوكسيا كويس كده up to cyanosis فبالتالي بقى عندي بقى sudden increase in resistance او after load قدام right ventricular failure فنصل الى acute right sudden heart failure up to cardiogenic shock ويبقى عندنا بقى ضغط قليل نبض ضعيف وسريع وسينكوب كمان. acute right ventricular failure فيه بس ملحوظه صغيره ايه الملحوظه بقى الصغيره؟ انك هتلاقي manifestations of systemic congestion بس ما تلاقيش بقى اللور limb edema والاسايتس لان ده ايه بيحتاج وقت انه يحصل. هتلاقي بس الكونجستد ايه؟ نيك فينز وممكن تلاقي الليفر ايه تندر شويه. كويس؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه مش هتلاقي ايفيدنس على ان الرايت سايد كبير. ده كل ده يقول لي ده اكيوت رايت فنتريكولار ايه فيلر. فده يفسر لي ليه رايت فنتريكولار فيلر لو كارديو اوتبوت اب تو ايه كارديوجينيك شوك. كويس؟ فشست بين اكيوت هارت فيلر لو كارديو اوتبوت ستيت اب تو ايه شوك. ثم ديسني اند ساينوزس ليه ديسني اند ساينوزس؟ عشان في لانج كولابس بسبب اللوس اوف سرفكتنت. كل ده ممكن يصل بالعيان الى صادم كارديك ديس خلي بالك كويس قوي من الكلينيكال فيتشرز ايه
تمام. ادي الكلينيكال ايه برزنتيشن بتاعي انا عنده بالمري. طب يا ترى ايه الانفستيجيشنز اللي انا هستخدمها عشان خاطر اقدر اوصل لتشخيص بالمري امبوليزم ومدى الدامج او الافكت اللي حصل بالظبط في العيانين دول؟ عندنا الدياجرام بتاعنا اللي هو الايه الظريف ده، ادي الرايت سايد كده والشكل الكومن بتاع الدي في تي اهو، وام بلس طلعت ديتاتشد هتمشي كده اهو وتبقى امباكتد هنا. فاحنا نقسم الانفستيجيشنز لمجموعه. طبعا درس البولمونري امبوليزم درس شديد الاهميه بنفس اهميه بالظبط كل اللي فات، بنفس اهميه الاسكيميك هارت ديزيز، بنفس اهميه الايه الهايبرتنشن، كل اللي اتكلمنا فيه يمكن ده اهم كمان من ايزن مانجر وفالفر ديزيز. فعندنا انفستيجيشنز الموضوع الدي في تي ده اثنين، الدي دايمر والدوبلكس. عندنا للهارت اثنين، اي سي جي وايكو. عندنا لللونج الافكتد دي بقى كتير، الموست سنسيتيف اند سبيسيفيك اسمه سي تي انجيو او سبار سي تي. عندنا كمان حاجه اسمها فنتيليشن برفيوجن سكان، وحاجه ضعيفه شويه الشيست اكس راي هنتكلم عليهم كلهم دلوقتي. بالنسبه للاكسجينيشن اي بي جي كويس. يبقى انت دلوقتي افرض كده ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتستخدمهم على الدي بي تي الدي دايمر والدوبلكس، على الهارت اي سي جي وايكو، على اللونج الافكتد تشيست اكس راي سي تي انجيو اسبيرال سي تي فنتيليشن برفيوجن سكان، وبعدين للاكسجينيشن ستيت هنعمل الارتيريال بلاد جازز واحده واحده. بقى مين الاهم ومين اول واحد يتكتب على طول؟ هو مين بقى؟ السبايرال سي تي او السي تي انجيو. ليه بقى؟ لان ده بوست سنسيتيف اند سبيسيفيك. يعني ايه سنسيتيف اند سبيسيفيك اختصارا؟ سنسيتيف يعني لو نيجاتيف تقدر تستبعد الديسيز كويس، يبقى سنسيتيف يبقى لو نيجاتيف سنسيتيف اللي فيها نيجاتيف دي هل لو نيجاتيف اقدر استبعد الديسيز كويس خلاص كده. سبيسيفيك يعني بوزيتيف، ابدا نارو ديفرنشال دايجنوزس ان هي هتبقى بوزيتيف في المرض ده مش بوزيتيف في حاجات ثانيه كتير كويس كده تمام. يعني الترو بوزيتيف بتاعها اعلى بكتير خالص من فولس بوزيتيف قليل قوي تمام. السي تي انجيو بقى بوزيتيف سنسيتيف اند هي سبيسيفيك. فبالتالي الاسبارال سي تي هتشخص لك بالمودرن امبوليزم بسنسيتيفيتي كويسه وسبيسيفيستي كويسه. مش بس كده، طيب في فوائد ثانيه. افرض ده مش بالمودرن امبوليزم يطلع ايه بقى؟ تقدر الاسبارال سي تي تطلع لك الترنتيف دايجنوزس. اه والله ايه ده طلع انفيزيمت سبولي وفتحت ولا بتاع، ده طلع في لانج كانسر، ده طلع في كذا. فواحد تشخص، اثنين تدي لك تشخيص بديل لو ما طلعش بالمودرن امبوليزم. الحاجه الثالثه بقى اللي بعد كده مهمه جدا، لو طلع بالمودرن امبوليزم يقدر كمان الدكتور ينزل بالسي تي او يطلع بالعيان ده او ده يعني ويصور البروكسيمال والبلفيك فينز، يعني البلفيك فينز والبروكسيمال ليك فينز، فنشوف لو فيها دي في تي ولا ايه. فهائله جدا السي تي انجيو. ايه المشكله؟ مشكله مش افيلبل في كل السناتر يعني او المستشفيات اللي حضراتكم هتشتغلوا فيها. كمان ممكن عيان يبقى عنده لين الامبيرمنت فما نقدرش نستخدم ايه السبعه. طب ايه حلول ثانيه؟ مكملين على الانفستيجيشنز اللي بستخدمها في اللونج. واحد سي تي انجيو، الثاني اسمه فنتيليشن بيرفيوجن سكان. فنتيليشن بيرفيوجن سكان، ومن الاسم سهل جدا فنتيليشن وبيرفيوجن، فاحنا بنأسس الفنتيليشن وبنأسس البيرفيوجن ونحط الاثنين على بعض. ما عملا بالقاعده يعني ان اللنج فيها ايه ماتشنج ما بين الفنتيليشن والبرفيوجن، ان كل اريا فنتليتد بقدر ما جاي لها دم مناسب للفنتيليشن ده كويس. فنعمل فنتيليشن سكان هنخلي البيشنت ينهيل راديو اكتيف زينون كويس، هينهيل راديو اكتيف زينون ونصور بالجاما كاميرا فنشوف ان اللنج فنتليتد كويس وللاخر وكل الاجزاء ولا ايه. وبعدين نتست البرفيوجن ازاي؟ هنحقن انتروفينوس ماكرو اجريجيتد البومين ليبل بويست تكنيشن يا سيدي، هنحقن انتروفينوس تكنيشن كويس كده. وبعدين نصور الوقت اللي التكنيشن ده لون فيه ايه البالمونري فاسكولاريتي ونحط الاثنين على بعض. فنلاقي ايه بقى؟ نلاقي حته مش برفيوزد، يعني حته الالتري بتاعها مقطوع الدم مش واصل للاخر ولكنها فنتليتد، فنسمي فنتليشن برفيوجن ايه مس ماتش اللي هو ايه شنط افكت كويس. احنا عارفين في ديتا سبيس افكت وشنط افكت، ده فنتليشن برفيوجن مس ماتش سوري ديتا سبيس كويس كده تمام. ان في جزء مش برفيوزد لكنه فنتليتد، ده ايه فنتليشن برفيوجن سكان ديتا سبيس افكت. هاويفر لما نيجي نترجم الفنتيليشن برفيوجن سكان يعني محتاج ان احنا نعرف معلومتين صغيرين على قد سنه 6 ويبقى فوق المونتاسكا. واحد انه لو نورمال تقدر تستبعد بالمري امبوليزم،
حلو قوي يعني سنسلر. بس بقى لو بوزيتيف بيتقسم بقى هاي بروبابيلتي خلاص كده، لو بروبابيلتي انترميديت بروبابيلتي. يعني ايه؟ لو بوزيتيف بيترجم في ضوء حاجه اسمها ايه بقى بري تيست بروبابيلتي. يعني انت اصلا قبل ما تطلب فحوصات بيبقى بناخد سكورنج سيستم للبالمونري امبوليست اسمه ويلز سكورنج سيستم. والويلز سكورنج سيستم ده يقول لنا والله كلينيكالي بقى كده احتماليه البالمونري امبوليزم دي عاليه ولا ايه قليله. فبالتالي بقى اقول بقى ان الفنتيليشن بالفيجوال سكان مش مفيش بوزيتيف، في جود نيجاتيف، لكن البوزيتيف بتاعه اسمه هاي بروبابيلتي او لو بروبابيلتي، وقارن ده بالبري تيست بروبابيلتي. فنرجع للنج تاني، سي تي ان جي اللي هي سبيسيفيك اند سنسيتيف كويسه جدا وطلعت تشخيصات جديده وكل حاجه، فنتيليشن بالفيجوال سكان والشيست ايه اكس. تعال نشوف بقى حكايه الشيست اكس. الشيست وحشه خالص بصراحه، ما احتاجهاش يعني فريكوينت نورمال، وانا حاططها الصراحه لمعلومتين. انت عليك واحده شيست اكس ري يعني في الكوريكولم بتاعك في الامتحان اللي هي عامله ازاي؟ عامله كده الشيست ري. الشيست اكس ري في الحقيقه فريكوينتلي نورمال. استنى ما نشوف عشان في مسجز كتير. يا دي موضوع الصوت. ايوه الصوت بيقطع. ايوه يس طيب اديني ثانيه واحده استوب بس اوريكم كده. اوكي ويست كنا بنقول ايه بقى؟ الشيست اكس راي في البالمونري امبوليزم لا مالهاش لازمه. لا ايوه طيب عبد الله بيقول لو ممكن بس حكايه اخر جزئيه في الفنتيليشن بالفيوجن سكان. طيب في الفنتيليشن بالفيوجن سكان ولسه بنتكلم فيه دلوقتي، وكنا بنقول ان هو كمان سنسيتيفيتي كويسه، يعني لو نورمال تقدر تستبعد بالمونري امبوليزم، لكن لو بوزيتيف ما نقدرش نقول بوزيتيف يعني ان في بالمونري امبوليزم. هو بيقول لي ايه؟ ان بالمونري امبوليزم از هايلي بروبابل ال او اوف لو بروبابيلتي. يعني ايه؟ ما بيقوليش موجود ولا مش موجود، هو شايف ان الشكل ده ممكن يبقى شكل بالمونري امبوليزم. او يعني في حاجات كتير بتلخبطني في الفنتيليشن بالفيوجن سكان. اشهر عيان يلخبط الفنتيليشن بالفيوجن سكان عيان السي او بي دي مثلا، يلخبط جدا. عندك انفيزيما قد كده في حته تبان، وعندك ديستراكشن اوف ذا سيبتر لو ركزت معايا، فيبان لك ان في جزء فنتليتد ومش برفيوز. كويس تمام. ثانيه واحده pulmonary embolism is of high probability ولا is of low probability. كويس كده تمام. واحنا نترجم ده في ضوء حاجه اسمها pretest probability. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك ان pretest probability is low، انا اصلا كلينيكالي احتماليه البالمونري امبوليزم قليله، حتى لو طلع الفنتيليشن بالفيوجن سكان هايلي بروبابل لا يبقى التشخيص مش محتمل. اوكي فالبوزيتيف بتاعه مش هاخده بوزيتيف، البوزيتيف بتاعه هترجمه في ضوء حاجه اسمها بريتست بروبابيلتي. كويس تمام. شيست اكس ري بقى، شيست اكس ري زي ما كنا بنتكلم في الاغلب نورمال، الاغلب نورمال. طيب احنا بنتكلم عليها ليه؟ عشان بس كام معلومه صغيره، انك تعرف انها في الاغلب نورمال، ادي واحد. الحاجه الثانيه عشان عليك انت اكس ري في الكوريكولم بتاعك في الراديولوجي اللي فيها اوباسيتي عامله كده، ويتش شيب ايه اوباسيتي عامله كده. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها هامبتونز هامب. ادي المعلومه الثانيه. كويس؟ المعلومه رقم ثلاثه انك ممكن تلاقي بلورال افيوجن. غالبا يعني حجم صغير. ده الثلاث حاجات اللي انا عايزك ايه تعرفهم من كل اللي مكتوب ده. ان ممكن تبقى نورمال، ممكن الاقي الوجه شيبت اوباستي، ممكن الاقي بلورال افيوجن. في بقى ممكن الاقي اتلكسس كولابس، الدايفرام عالي شويه في حته، الاقي البلمونري ارتري دايليتد ومن بعده اوروجينيا وستر مارك ساينز. يعني عايز الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم نورمال ويدج شيبت اوباستي وبلورال ايه افيوجن. قال الثلاثه دول. نيجي بقى على حكايه الايه الدي بي تي لو كان موجود يعني. اوكي عندنا حاجتين، دي دايمر ودوبلكس. اوكي الدي دايمر عباره عن ايه؟ ده واحد من نواتج تكسير الجلطات، حاجه اسمها فايبرين ديجراديشن بروسس. لو عندي جلطه اتكونت في الجسم وبدا الاندوجينس فايبرينوليتيك سيستم يكسرها، واحد من نواتج تكسير الجلطات ديت اسمه ايه؟ اسمه دي دايمر.
فبالتالي لو قسته ولقيته عالي، لقيته عالي معنى كده ان انا اقدر اخمن بشكل غير مباشر اندايركت ان في جلطه كانت متكونه في الجسم وبتتكسر خلاص كده. والدي دايمر هو كمان سنسيتيف. يعني ايه سنسيتيف؟ يعني جود نيجاتيف. طلع نيجاتيف يبقى تشخيص البلمونري امبوليزم ليس لايكلي، مش محتمل خلاص. لكن لو طلع بوزيتيف لا، محتاج ايه بقى؟ محتاج ااكد بانفستيجيشنز ثانيه. يبقى سيبك من فكره ايه الدي دايمر بوزيتيف يبقى بلمونري امبوليزم، لا انا الدي دايمر النيجاتيف بتاعه كويس، البوزيتيف احتاج ااكد بايه شويه حاجات ثانيه. الدوبلكس بقى بتاع اللور ليمب هو كمان فيه معلومه كده صغيره ان هو ايه، ممكن على فكره اعمل دوبلكس ما اشوفش الدي في تي قوي لانها نون اوكلوس، اسمها نون اوكلوس الدي في تي. يعني على اي حال ما تشغلش بالك بالحكايه دي، قول دي في تي هعمل فينس دوبلكس على او دوبلر على اللور ليمب وخلاص كويس كده. طبعا على الهارت بقى اس جي وايكو. الاس جي هو كمان الفايندنجز بتاعته ولا سنسيتيف ولا سبيسيفيك اوفر اول. الموست كومن هو الساينس تاكي، علم على دي كده واكتب عليها ام سي كيو، ان الاشهر ساينس تاكي كارديا. كويس. لكن بقى ممكن الاقي بقى نون سبيسيفيك اس تي سيجمنت تو في تشينجز، مش مهم. اللي جاي ده اكتب عليه الكيس، الكيس دي يا اما بيجيبها لك نورمال يا اما بيجيب لك الايه شويه، هيجيب لك ايه بقى؟ رايت فنتريكولار سترين، رايت اكسس ديفيشن، رايت باندل برانش بلوك، حاجه افكتنج الرايت سايد يعني اوكي. او الاس 1 كيو 3 تي 3 باترن بتاع الماسل بانوري امبوليزم كنا شفناها واحنا بنراجع الاس جي. اس فليد 1 وفليد 3 الاقي باثولوجيكال كيو وانفيرتد تي. اس 1 كيو 3 تي 3 مع الماسل بانوري امبوليزم. هاويفر مش دي القاعده، القاعده انه ايه؟ اذا كان في حاجه هيبقى في ساينس تاكي برضه. كويس، دي برضه معلومات كده بسرعه. الايكو الحقيقه الايكو مش مفيد قوي خلاص كده. الايكو ممكن يساعدني بس في الماسيف بالمونري امبوليزم، ماسيف بالمونري امبوليزم، ان الاقي الرايت فنتريكل از ستريننج صغير وهايبو كونتراكتايل، وممكن نشوف سترومبس لو كانت امباكتد في الايه في البايفركيشن بتاع البالمونري ارتري، او في الكرونيك بقى عشان اقول لي بالمونري هايبرتنشن، لكن مش مفيد قوي في عينه البالمونري امبوليزم دلوقتي، يمكن شويه في الايه في الماسيف. اي بي جي هي كمان مش دايجنوستيك لا سنسيتيف ولا سبيسيفيك ولا اي حاجه خالص، لكن الاقي فيها ايه؟ هايبوكسيا وممكن الكالوزس بسبب الوش بتاع مين؟ السي او 2. طب ليه الكلام ده انا كاتبه؟ عشان زي ما انت قريت في الكيس كده بيجي في الكيس عشان تجمعه على بعض وتقول طب ماذا كويس تمام. ادي الانفستيجيشنز شفناها على الايه الدياجرام واتكلمنا ملحوظتين صغيرين على واحد واحد. طيب تتعامل ازاي مع عيان البالمونري امبوليزم؟ واحد لازم يتحجز في الاوبزرفيشن، واول ما يخش اكسجين وانرجيسيا، اكسجين وانرجيسيا يتحجز. فاكر انت اللي هو الام ان او اللي هو مورفيا نيتروجليسرين اكسجين اللي كنا بنعمل هناك؟ بص كده اي بي سي في الاكوت كرونيك سندروم وام ان او، بس شيل الام دي، فيبقى اسيست اير واي بريثنج سيركيوليشن ويتحجز في الاي سي يو. انرجيسيا عشان الشيست بين، زي ممكن ندي تاركوتكس او ندي باراسيتامول، واكسجين اهو لو كان سبيشالي هايبوكسيك او ديسك كويس. طيب نبدا نشتغل ازاي بقى واحده واحده. انتي كوايجوليشن، اكيوت انتي كوايجوليشن، هنستخدم مين؟ هنستخدم هيبرين او لو موليكولر ويت هيبرين. السؤال الاهم كلمتين صغيرين بقى كده، ليه انتي كوايجوليشن؟ يعني ليه هندي اللي عنده انتي كوايجوليشن؟ هل يا ترى الانتي كواجولنت اللي انا هديه ده هيشتغل على الثرومبس اللي متكونه دلوقتي او الامبولس؟ لا، لكن هيعمل الاتي بقى ثلاث فوائد. واحد هيستوب الكلوت بروباجيشن، اثنين هيمنع تكوين واحده جديده، ثلاثه هيسمح للاندوجينوس فايبرينوليتيك سيستم انه يبدا يشتغل بحريه على الكلوت المتكونه. فبالتالي ادي فوائد مين بقى الانتي كواجولنت. ابدا استخدمها ازاي؟ قبل ما تبدا اي حاجه بنعمل بيز لاين تحليل سيوله سي بي سي واي ان ار وبي تي تي liver functions و kidney functions. يبقى قبل ما تدي baseline CBC INR و BTT liver functions و kidney functions، وبعدين تبدا تشتغل. هتبدي على حسب مين بقى؟ اصاب cutaneous low molecular weight heparin لو عندك في المستشفى، او الهيبرين نفسه ال unfractionated. طبعا الاجمل بكتير هو مين؟ ال low molecular weight heparin. ليه؟ حياتي مرتين في اليوم بندي مثلا فور اكزامبل انوكسوفرين اسمه كريكسان مثلا، واحد انترناشونال يونت او واحد ملي جرام لكل كيلو جرام مرتين في اليوم، ومش بيحتاج متابعه.
المشكله بقى في مين لو هتدي الهيبرين، لان الهيبرين بيتعطي كونتينوس اي في انفيوجن وبيحتاج طبعا متابعه كل شويه كل 6 ساعات تقريبا. هندي الهيبرين ازاي عايزك تبقى عارفه برضه، لان البرمونيوم بريزم درس مهم وبيجي بيبقى مطلوب منك انك تكتب الايه العلاجات. بندي بولس 75 وحده لكل كيلو جرام تقريبا امبول، لان الامبول 5000 لو تفتكر زي ما كنت بقول لك في الشرح في البوست. وبعدين نبدا ندي انفيوجن 20 وحده لكل كيلو جرام في الساعه، 20 وحده لكل كيلو جرام في الساعه. وبعدين كل 6 ساعات نعمل البي تي تي، هدفك انك توصل بالبي تي تي ده مرتين لثلاث مرات ضعف النورمال. كويس، فقصه كبيره بتتابع البي تي تي والانترافينس انفيوجن وكل شويه تعدل. فالسب كوتينيوس دوم ليكويد هيبرين طبعا افضل بكتير اذا كان موجود. في نفس الوقت في نفس اليوم هتبدا وارفرين زي الماريفان اللي اسمه ماريفان. كويس كده، ونبدا نكمل الاثنين مع بعض اورال وارفرين. طبعا الكلام ده ممكن تسمعه في جراحه في الدي في تي، بس ادينا بنراجعه ثاني مع بعض. ونبدا الاثنين مع بعض ده مع ده، نوفرلاب الاثنين دول على بعض على الاقل 5 ايام او يومين من بعد ما وصلت للتارجت اي ان ار. التارجت اي ان ار بتاعي كام؟ هو النورمال واحد، وانا عايز يبقى ما بين 2 و 3. فهدي الاثنين مع بعض كليكسان او هيبرين واورال وارفرين على الاقل 5 ايام. حلو، هوقف بقى بعد الخمس ايام دول الهيبرين او الايه او الكليكسان، اكمل الماريفان قد ايه؟ تمام، قالك بص لو كان في سبب واضح سبب الدي في تي ثم البلمونري امبوليزم والسبب ده ريفرسبل زي كان جراحه كان رايق في السرير كان كذا، هندي الماريفان ده قد ايه؟ 3 ل 6 شهور، 3 شهور. لو كان السبب ده امبروفوك مش عارف اوصل له، ما عرفتش ليه حصل بلمونري امبوليزم، هتبقى ما بين مين ومين؟ ما بين 6 شهور لاندفينيت تقييد الدكتور. يعني الكلام ده اتغير شويه ودلوقتي بقى 6 شهور بس. كويس، يعني لو انا مش عارف سبب البلمونري او واحد بلمونري امبوليزم فور ذا فيرست تايم مش عارف اوصل لسبب، بيبقى كفايه ايه؟ 6 شهور. لو كان في سبب، يعني بص احفظ الكلام الجديد برضو اظرف، في سبب وريفرسبل 3 شهور، في سبب امبروفوكت 6 شهور، لو ريكرنت انديفينيت. كويس كده، لو في اكتف كوز يعني سبب موجود وشغال ومستمر زي مين بقى؟ كانسر، انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم سو اون، برضو طول ما السبب موجود طول ما هندي انتي بايوليشن، والمره دي هيبقى بقى ايه؟ بروفيلاكتيك. كويس كده، ادي ايه ده اللي هو الايه الماريفان، ادي كده هدي الاثنين مع بعض ازاي. تعال نكمل بقى حاجات مهمه خالص. طيب ده العيان بتاع البلمونري امبوليزم اللي مش مثلا خلاص. طب العيان بقى افرض الكيس جالي في العيان از هافينج ا ماسيف بلمونري امبوليزم، ماسيف بلمونري امبوليزم، تختار مين على طول؟ تختار ثرومبوليتيك ثيرابي زي بتاع الايه است سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، عيان هايبوتنسيف، عيان جاي باكوت رايت فنتريكولر فيلر او ايفن شوت. ما دام مفيش كونتر اندكيشن زي ما انت عارفها هناك بقى في درس الستيمي ياخد على طول ثرومبوليتيك. خلاص، في حل تاني يعني اكثر فعاليه واقل في الاعراض الجانبيه اللي هو الانترفنشنال ثرومبوليتيك ثيرابي. ده بيعملوه دكاتره الاشعه التداخليه، بيخش بالقسطره لحد مكان الثرومبس ويروح يحقن عليها الثرومبوليتيك، ما بيحقنهاش انتروفينوس ايه سيستميكلي. خلاص، يعني بيشتغل بنتائج احسن من الاي في ثرومبوليتيك ثيرابي واعراض جانبيه اقل، الا انه برده مش متاح. الثرومبوليتيك هو ايه المتاح. ادي المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه هي مجموعه مين؟ الريكارنت بلمونري امبولار، حصل له وحصل له ثاني وحصل له ثالث، سواء كان بياخد انتي كواجوليشن او مش كومبلاينت، يعني او بياخدها وحصل له وهو بياخدها، او انت وصفتها له وهو مهمل ما بياخدهاش كفايه، او ايه بقى كان كونترا انديكيتد، نعمل ايه بقى؟ نركب فلتر اسمه انفيريور فينا كيفال فلتر او اي في سي اي فلتر. كويس كده، تمام، بيتركب، بيركبوه دكاتره الايه الفاسكولار سيرجري، فلتر بيتركب في الانفيريور فينا كيفال. ما تنساش بقى الجزء المهم جدا بتاع مين؟ بتاع البروفيلاكسس، سترومبو بروفيلاكسس. هنتكلم فيه كلمتين حتى على الاقل. يعني نقول اول حاجه يا ريت الناس اللي بتعمل جراحات سواء بقى جراحه في الحوض سواء جراحه اورثوبيدكس نعمل ايرلي ايه بقى امبيوليشن، يعني يبدا يتحرك ايه بدري، خصوصا العيانين اللي كانت جراحات عظام او جراحات في الحوض، يعني راجل وعامل بروستاتيكتومي، واحده وعامله هيستريكتومي، واحد عامل تبديل المفصل بتاع الحوض هيب سيرجري، يتحرك ايه بسرعه. تمام كده، في العيانين الريسكي بندي حاجه اسمها ايه بقى ميني هيبرين او ميني دوز هيبرين، بندي امبول هيبرين كده تحت الجلد كل 12 ساعه، او مثلا كليكسان
اللي انت كنت بتديه للانكسوفرين ده 1 ملي جرام لكل كيلو جرام مرتين في اليوم، فكان ممكن تدي مثلا 60 مرتين او 80 مرتين، ندي 40 مره واحده. ده اسمه بروفلاكتيك دوز ايه؟ انتي كواجوليشن. وايه بقى يتحرك بسرعه؟ ندي بروفلاكتيك دوز انتي كواجوليشن. وفي شويه حاجات بقى اللي قالوا لك عليها في الجراحه، يلبس شراب الدوائي ده اللي اسمه الاستيك ستوكينج، في حاجه اسمها النوماتيك كومبريشن في السراير وسراير العمليات، وطبعا علاج الكوز لو كان الكوز زي انتي فوسفوليبيد بلس دروب او كوز كانسر او كوز تريتبل او بلوميريوم فرايتس او يعني سبب اقدر ان انا ايه اتعامل معاه. تمام؟ طيب هل الصوت كان ماشي كويس ولا نوقف شويه وشفت الانترنت على حاجه ثانيه وارجع تاني؟ طيب هو على اي حال انا هتكلم على بالمونري هايبرتنشن كوزز وديفينيشن وكوزز وناخد بريك شويه خلاص، بس ما فيش مشكله يعني هنحل كام كيس وناخد بريك شويه نشوف تاني. شفت سورس النت يعني تصرف تاني ما دام الصوت كان ماشي كويس، خلاص ما نقطعش دلوقتي. تمام؟ بالمونري هايبرتنشن دكتور، هو الحاجات اللي هي في البالمونري امبوليزم في شويه حاجات في الانفستيجيشنز كده وفي التريتمنت يعني الحاجات دي كلها على الثرومبو امبوليك يعني لو فات امبوليزم او اير امبوليزم الحاجات دي ما بتنفعش معاها يعني دي دايمر مثلا دي دايمر مش هيبقى عالي. ايوه اللي هذا ده حتى لو ثرومبو امبوليزم الانفستيجيشنز دي فيها كلام. ايوه يا خالد طبعا الصوت قطع ما سمعتش حاجه. بقول لك ده حتى لو ثرومبو امبوليزم الانفستيجيشنز دي فيها كلام، فما بالك باذر سورس. واخد بالك؟ ايوه طبعا، عشان كده لازم يبقى فيه هاي ليفل اوف سسبشن، عشان كده يفضل على طول السي تي بالمونري انجيو. كويس يا خالد، هي دي السنسيتيف وسبيسيفيك لمختلف الانواع بقى بتاع البالمونري امبوليزم. بس كده كده في الكيس بكتب كل الانفستيجيشنز وبكتب كل التريتمنت. أيوة. احنا كان الكيس سيناريو ايه يعني؟ طيب هقول لك حاجتين، احنا هنشوف كيسز ثانيه دلوقتي على بالمونري امبوليزم وهنشوف ايه اللي بيبقى مطلوب فيها، لكن الاغلب مش كان طول الوقت للبكالوريوس بيكلمك على ثرومبو امبوليزم. كويس؟ يعني كل مره جت فيها حاله بالمونري امبوليزم في اي كل بكالوريوس طب في اي كليه من الكليات كان ثرومبو امبوليزم. كويس تمام، وهنشوف تاني الايه كيسز. كويس طيب بالمونري هايبرتنشن اللي هو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. تمام كويس جدا. السؤال ايه المشكله في ارتفاع ضغط الشريان الرئوي؟ يعني ايه المشكله لما حد يبقى عنده بالمونري هايبرتنشن؟ المشكله ان ده عباره عن زياده في الافتر لود قدام الرايت سايد اللي هو اصلا بطبيعته ضعيف، فبالتالي مع مرور الوقت هيحصل رايت فنتريكولار انلارجمنت ثم رايت فنتريكولار فيلير. فعايزين نعرف حاجتين بس، لان انا درست البالمونري هايبرتنشن عندك حتى في الكتاب عنده صفحتين كده، عايز الصفحه الاولى دي لان هو اللي بيجي دايما ايه كوزس. كويس كده، والبالمونري ايه هايبرتنشن، باقي كلام سهل وبسيط. انا عايز التعريف والايه والكوزس. امتى نقول ان العيان ده از هافينج بالمونري هايبرتنشن؟ ده هيطلع منه معلومه بعد شويه. دول عنده بالمونري هايبرتنشن على تو ديفينيشن، المين بلاد بريشر او المين بالمونري ارتيريال بريشر او السيستوليك. فيقول لك بقى ان المين بالمونري ارتيريال بلاد بريشر ده اكتر من 25 ملم مركري ات ريست او 30 وذ اكسرسايز. ثانيه واحده بقى، هو المين ده بيتقاس ازاي؟ يعني المين ارتيريال بلاد بريشر ده بيتقاس ازاي؟ كنا قلنا زمان احنا بنشرح في الكورس ايام الشرح يعني ان البالمونري هايبرتنشن بيتشخص عندنا في مصر او يعني في اغلب الاماكن مبدئيا بالايكو، ان الدكتور بتاع الكارديولوجي يعمل ايكو ويقول لك ان الاستيميتد بالمونري ارتري بريشر، بيكتبها كده حتى الاستيميتد، يكتبها كده يقول لك ده الاستيميتد بالتقريب يعني بالمونري ارتري بريشر مثلا 40 45 60 90 كده خلاص. لكن لو انت عايز اكيوريت اسسمنت اوف ذا بالمونري ارتري بريشر سيستوليك ودايستوليك بتحسب المين، ده بيتعمل ازاي بالاسطر؟ يبقى الاوف تشويس، خلي بالك ان في الانفستيجيشن اللي هو انفستيجيشن اوف تشويس وفي الانيشيال. خلاص الاوف تشويس او جولد ستاندرد للتشخيص بالمونري هايبرتنشن هو ايه؟ هو كاردياك كاثرايزيشن. وانت عرفت بقى ان في الاسطره اللي بتخش كروني وفي الاسطره اللي بتخش جوه الهارت الشامبرز والجريت فيسلز ونقيس البريشر ايه جوه. تمام؟ فبالتالي الافضل القياس بالاسطره، لكن احنا بنقيس بالايكو ايه كسكريننج او انيشيال يعني. فيقول لك بقى لو المين بلاد بريشر
اكتر من 25 اتريست او 30 اتريست او احنا اكتر من 40 سيستوليك اتريست كنا حفظناها 25 30 40. هنا في مصر احنا بنقيس بقى حكايه 40 اتريست دي بالايكو، فاكتر من رقم 40 ده بقى نتكلم ان كده البلمونري ارتري بريشر ايه مرتفع. كنا زمان كلام سهل بقى نقسم البلمونري هايبرتنشن كوزز على ايه بقى برايمري وسكندري، برايمري اللي هو الايديوباثيك يعني وسكندري. دلوقتي خلاص التقسيمه دي اتلغت وبقى مطلوب انك تعرف التقسيمه الجديده بتتشرح في كل الكليات وبتيجي في الامتحانات. يعني جاء سؤال في طب الفيوم عندنا من سنتين، مش السنه اللي فاتت لا السنه اللي قبلها، وقال لك عايز ديفينيشن اند كوزز اوف بلمونري هايبرتنشن 25 درجه. كويس، كان عايز ايه التقسيمه الجديده اللي احنا بنتكلم فيها. فعندي خمسه في الاول خالص، عندي مجموعه سموها بلمونري ارتيريال هايبرتنشن، بلمونري ارتيريال هايبرتنشن خلاص. والبلمونري هايبرتنشن ده او البلمونري ارتيريال هايبرتنشن ده تحته لسته من الاسباب السهله 2 2 2 21 كده. ايديوباثيك وكولاجين ديزيزز. ايديوباثيك ده اللي كان زمان اسمه برايمري، ما بقاش بقى، بقى اسمه ايديوباثيك بلمونري ارتيريال هايبرتنشن. كويس، ايديوباثيك وكولاجين ديزيزز، عينين سكليروديرما بالذات سيستميك لوبس روماتويد بقى وغيره. فايديوباثيك كولاجين ادي اثنين، وبعدين اثنين كونجنتال ليفت رايت شانت، فاكر في اس دي اللي بيقلب ايزومينجا، وبورتو بلمونري هايبرتنشن زي عين الليفر سيروسس. يبقى اثنين واثنين، ايديوباثيك وكولاجين ادي اثنين، ليفت رايت شانت وبورتو بلمونري شانتس خلاص، او بورتو بلمونري هايبرتنشن او اسف بلمونري ارتيريو فينا شانتس ادي اثنين، شيستوزوما وسيكل سيل ادي اثنين، شيستوزوما وسيكل سيل ادي اثنين. وبعدين عندي حاجات نادره شويه بقى، حاجه اسمها بالمونري فينو اوكلوسيف ديسيز وبالمونري كابيلاري هيمانجيوماتوزس ادي اثنين، نراجعهم مره ثانيه مع بعض عشان تحفظهم وانت قاعد. ايديوباثيك وكولاجين ادي اثنين، ليفت رايت شانت وبورتو بالمونري ادي اثنين، شيستوزوما وسيكل اس اس ادي اثنين، فينو اوكلوسيف وكابيلاري هيمانجيوماتوزس ادي اثنين. وبعدين اتش اي في دراجز زي الدراجز كانت موجوده واتشالت من السوق، انوركس جينيك ناس اوبيز كانوا بيستخدموها عشان يقلل ايه الشهيه. المجموعه دي سموها على بعض بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. الكلام ده يتحفظ بالكلمه عشان بيطلب بالكلمه في امتحان النظري في سؤال كبير. كويس، وبعدين هنبدا نعمل ايه بقى، هنبدأ نرجع ورا خطوه ونطلع لقدام. هنرجع ورا خطوه، الناس اللي عندهم كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن دول مين بقى؟ فاكر اللي كنت لسه بتكلم عليه من شويه، السمول سايز بالمونري امبولاي الريكرنت، مش كده ريكرنت سمول سايز ايه بالمونري امبولاي، مع مرور الوقت تعمل بالمونري هايبرتنشن لما كانت بتقفل اكتر من تلتين البالمونري فاسكولار كده، وتروح تعمل بالمونري هايبرتنشن وروح داخل عيان في سبايكود كور ايه كور. دي العيانين دول كانوا زمان يقول عليهم دول ايه، كانوا يلاحظوا في ميلز وكانوا بيقولوا دول مالتيبل بريجنسيز، وان البريجنس ليه دور. ما طلعش بقى كده، طلع ده ريكرنت ايه بقى مايكرو بالمونري امبولاي، وسموه كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن. ليه تحفظ الاسم كده وكفايه انك هتقول الاسم في حاجه زي الفل واختصاره كده اهوت، كرونيك كرونيك ثرومبو اوكي امبوليك بالمونري هايبرتنشن. انا بس الماركر مش ايه مش مساعد قوي، لكن هي اختصار عليها دي. كويس، كرونيك ثرومبو امبوليك كويس بالمونري هايبرتنشن تمام. ده مهم جدا من قبل كده، يبقى من هنا كده ادي كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن. اطلع بقى لقدام شويه، لانج بالمونري هايبرتنشن بسبب هايبوكسيا بسبب لانج ديسيز، ايزر بقى يا اما العيان عنده بارينكيماتس لانج ديسيز سي او بي دي بقى واللانج بقت دامج بعنف او انترستيشال بالمونري فايبروسس، او الاكسجين بره التنشن بتاعه قليل، لان احنا عارفين ان الهايبوكسيا بتعمل بوزو كونستريكشن في البرانش بتاعت البالمونري ارتري. زي ايه بقى؟ كرونيك هاي اتيتيود، او ما تنساش سليب ابنيا يا ريت سليب. ادي اللانج والاكسجين، كمل بقى شويه هات الليفت سايد اوف ذا هارت، عيان عنده ايه بقى لونج ستاندنج بالمونري كونجيشن بسبب ليفت سايد هارت كونديشن، سواء ليفت سايد هارت فيلير او فالفولار ريجن زي اورت استنوزس او مايتر استنوزس. فانت امشي كده من اول تحت هنا كرونيك ثرومبو امبوليك البالمونري ارتري نفسه في ديزيز، كمل لقدام اللانج، كمل كمان الليفت سايد، يفضل مجموعه الخمسه اسمها بالمونري هايبرتنشن ويز ان كلير او مالتي فاكتوريال ميكانيزم. بالمونري هايبرتنشن ويز ان كلير او مالتي فاكتوريال ميكانيزم زي مين؟ عايزك تحفظ حتى ان شاء الله عناوين تحتها، انا كفايه الايتم الكبير
hematological disorders, polycythemia, thrombocythemia, حاجات كتير كده. Systemic disorders, sarcoidosis, metabolic disorders, أو compression على central pulmonary veins, tumor أو lymph node أو fibrosis. Hematological, systemic, metabolic, compression. Hematological, systemic, metabolic and compression. كلام مهم جدا إنك تعرفه وبيطلب كده. كويس تمام؟ هذا الموضوع. تعال بقى نقرأ شوية إيه حاجات. 35 سنة فيميل suddenly complained of left lateral chest pain. Left lateral chest pain which is aggravated by cough and deep inspiration. She also coughed some blood tinged spewed. Examination of this air-fibrile female revealed diminished movement of the left side of the chest and the tachycardia of 110 km. There was acute tenderness, swelling, and redness of the left cuff. X-ray of the chest taken 3 days after the initial examination revealed a small pleural effusion. Left side. What is the most probable diagnosis? يلا نقول مع بعض بقى عشان نعدي. ايه نشوف الاجابات الكتابيه عبد الله بيقول ميديوم سايز بالمور امبريزم وز دي بي تي حد بيقول مودريت بالمور امبريزم انا مش محتاج سمول سايز ولا مودريت ولا ماسف غير لو ماسف يعني لو ماسف بالمونري امبوليزم قول لي ماسف بالمونري امبوليزم غير كده قول لي بالمونري امبوليزم اون توب اوف ليفت سايد دي في تي كويس عايز 5 انفستيجيشن تو بي دون فور ذس بيشنت اند هواي هواي ده اللي هو ايه تكتب الكلمتين اللي تحتها عايز 5 انفستيجيشن يلا قول لي بسرعه كده هو عامل اكس راي يلا واحنا هنعمل سي تي انجيو او حلو فنتليشن برفيوجن سماتش دي سكان اه سكان وبعد كده للدي في تي دي دايمر والدوبلكس حلو اربعه وبعد كده للهارت بقى الاي سي جي والايكو اس جي ايكو اي بي جي حلو جدا 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 زي الفل بيقول بقى 28 سنه فيميل كومبلينت اوف سادن Severe pain in the left side of the chest, followed by shortness of breath. Few days later, she started to cough and expectorate a blood tinged sputum. درجة الحرارة 37.5, pulse 100, blood pressure 110/80, وكان في slight edema of the left angle and left cuff. بص قصة typical يعني ما فيهاش كلام. عايز 5 predisposing conditions. انا بس بقى يعني ايه احنا لسه شارحين الدرس يعني مراجعين الدرس مع بعض فعايز بس يبقى الكلام في بالك شويه راجع كده قول لي 5 بريدس بوزيشن بلود ستيزس دعاء شاطره اورال كونتراسبتيف بيلز حلو جدا يتقال من الريسك فاكتورز يعني بتاع الدي في تي ايوه الكوز ايوه خمسة اي خمسة بروتين سي او اس ديفيشنسي حلو انتي فوسفوليبيد انتيبادي سندروم نيفروتوك سندروم ديهيدريشن بوليسيتيميا حلو جدا بريجنانسي مالجنانسي بيلفيك ماس مش كده كل الكلام ده حلو خالص هيموبتسيس وكذا خلاص ماشي مش دلوقتي تمام من امتحانات الفيوم بقى الجميله 39 سنه Female presented with 4-hour history of dyspnea and severe right-sided chest pain that was on deep breathing. She was on a 12-hour bus ride 2 days ago. يعني كانت راكبة الباص 12 ساعة من يومين. She doesn't have any known medical disease and her only medications are oral contraceptive pills. On exam كان الضغط 140/85, الباص 120 per minute and regular, respiratory rate 32. Right cuff was swollen and tender.
heart lungs examination كان within normal but EBG كان ال pH 7.45 ال CO2 30 وال PO2 8. على اي حال enumerate four causes of acute dyspnea. تعرف تقول لي four causes of acute dyspnea؟ Four causes of acute dyspnea. ماشي نشوف الإجابات. Excellent احمد حسني كالمعتاد MI pulmonary embolism pneumothorax collapse مش لازم massive ولا tension. اوكي عايز واحده كمان هيستيريكال مش كده تمام. Can you give شوف السؤال ده مهم قوي. Can you give three causes of pain هيستيريكال يكرر اللي هي بانيك اتاك اللي انا بتكلم عليها دي. اوكي Can you give three causes for pain arising in the respiratory system? Can you give? مؤدب جدا في الكلام تقدر تقول لنا ثلاث أسباب قلناها في حصة المراجعة اللي فاتت لـ pain arising from the respiratory system. وأفكرك لما كنا بنقول اللونج مش sensitive للبين وعشان يبقى فيه pain of respiratory origin محتاج يكون يا إما بلورا أدي واحد يا إما lung disease extending to the pleura أدي اثنين أو lung collapse عامله sudden stretch على pulmonary artery أدي ثلاث أسباب. ما تقوليش بلوريزي لا شوفوا عايز إيه ثلاث اسباب لبين مثل اللي هو بلورال ديزيز يا لانج ديزيز اكستندنج تو زادوره او كولابس ان ذا بوكس بيشنت في العيان ده. وات از يور دايجنوزس تشخيصك ايه؟ انت نسيت العيان اصلا بقى والعيانه دي يعني بس انت تشخيصك ايه بقى؟ اقرا تاني كده وقول لي رايك. يلا احنا هنجاوب الحاله بقى يعني هنجاوب القصه دي كلها الكيس ده ايه الدايجنوستس هيكون ايه؟ باس رايت كونترسبتيف بيلز اكيوت ديسنيا بلاد تنجنس بالمونري امبوليزم بالمونري امبوليزم ومش ماسك الضغط كويس كويس كده ودي في تي برضه يا طاهر. اوكي ان يور اوبينيون وات ار ذا تو بريسبيتيتنج فاكتورز ان ذيس بيشنت ايه التو بريسبيتيتنج فاكتورز؟ الباس رايد والكونتراسيبتيف بيلز عايز فور فارزر انفستيجيشنز هو عمل اي بي جي السي تي انجيو فنتريشن برفيوجن سكان تشيست اكس راي عايز دي دايمر دوبلكس لازم دي دايمر دوبلكس دول مهمين قوي عايز فايف امبورتنت شوف السؤال بقى ده يعني شوف السؤال جميل ازاي السؤال ده حلو قوي عايز فايف امبورتنت ستيبس in the treatment of this patient and what is your advice to prevent recurrent attacks. يلا حد بقى يجاوبنا إجابة حلوة كده وكويسة. العينة دي لازم ادمت اوكسجين ومورفين حلو تمام وبعد كده امشيها على الاكيوت انتي كوجوليشن يا اما حلو جدا حلو جدا يا اما انفريكشنيتد هيبرين حلو وبعد كده في اما على الاكيوت انتي كوجليشن هدي الوارفرين حلو وبعد كده بقى بالنسبه للريكرنس اذا حصل ريكرنس ايوه اذا حصل ريكرنس يعني اللي هو الاي بي سي فلتر حلو قوي وبروفلاكسس اجينست البصر قول اللي هي لو حصل لها اي نوع من العمليات اللي هي بتطول فيها بوست اوبرتيف يعني ننصح النصائح بتاع ثرومبوبروفلاكسس هنا في نصيحتين مهمين بقى اكسترنت عبد الله بيقول لك شفت الاورال كونتراسبتيف توقف الاورال كونتراسبتيف اضطريت منع حمله ثانيه ايوه توقف الاورال كونتراسبتيف بيلز وطبعا تدي الادفايس ان هي تتجنب اللونج ايه باس درايفز. What is meant by fat embolism and its cause؟ السؤال بثلاث درجات في الاخر كده يعني ايه fat embolism وايه الكورس؟
حد يعرف يقول لنا اسباب التروما يعني الحاجات التروماتيك؟ ايوه لونج بقى عندك تو كوزز لونج بون فراكشرز في كوز تاني بيرن على فكره كويس لونج بون فراكشر وبيرن التعريف زي تعريف البلمونري امبوليزم اللي هو امباكشن اوف فات مش كده في البلمونري سيركيوليشن الفات ده اللي هو انسولف البلمونري 42 يير اولد وومن از ادميتد تو ذا هوسبيتال كومبلينج اوف ويكنس اند فيفر اوف 2 ويكس ديوريشن درجة الحرارة 39 she is pale several petechiae on the conjunctiva spleen is palpable 4 cm below the left costal margin examination of the heart reveals a harsh mid systolic ejection murmur radiating to both cortex ايه ده 42 سنة تعبانة همدانة سخنة بقالها اسبوعين pale petechiae spleen murmur fever and murmur fever and murmur او زي ما الاجانب دايما يقولوا كده murmur and fever fever and murmur يطلع ايه ده ما هذا infective endocarditis احنا بنتصبوا الاورتكس نص يعني ماشي احنا بنتكلم على infective endocarditis تمام يلا خد نفسك بقى شويه صغيرين كده على ما ايه نراجع بقى درس الانفكتيف اندوكاردايتس كله وانا كمان احاول اظبط الانترنت عندي الساعه دلوقتي هناخد بريك تلت ساعه حلوه قوي كويس بعد 20 دقيقه من دلوقتي هبص هي وتلت ماشي تلت ساعه يبقى ايه الا تلت هنرجع لتلت بقى ان شاء الله اوكي يلا شكرا اشوفكم